بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أيها الأخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أيها الأشاوس، والله أسعدتونا وأسلجت صدورنا ورفعت رؤوسنا، بارك الله فيكم. وهذه هي الحرب المصيرية، هذه هي بداية الحرب المصيرية. إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام، ما في تراجع لورا. لكن يا جماعة، أنا بحذر من حاجة واحدة فقط. هذه الحرب أصبحت الآن حرب إبادة، ويعني شيء واضح لا تخطأه العين، يعني إبادة كل المكونات التي تنطلق منها جحافل الدعم السريع في غرب السودان، طبعا من كردفان وإلى دارفور. كويس. وما هو العلاج؟ والله يا جماعة بننتظر شيء واحد بس من القائد، أن يأمر الجنود: هاي أيها الأشاوس، أريد منكم تدمير هذه المطارات التي تقوم منها الأنتنوف بالبراميل المتفجرة، بعد ضرب قندهار. ما هي الحياة التي تريدونها أن تعيشوها بعد هذا؟ يعني مجزرة قندهار أكبر مجزرة وأبشع مجزرة في التاريخ. المطارات معروفة في السودان: مطار مروي العسكري، مطار مروي المدني، مطار دونغول المدني، مطار بورسودان، قاعدة وادي سيدنا، وادي سيدهم، وقاعدة كنانة. هذه الست مطارات دي، أأمر يا القائد، يا القائد الهمام، قائد الأممي، قائد المسيرة، أأمر الجنود خليه تدمر هذه المطارات عن بكرة أبيها. وبعد ده إذا كان أي مطار آخر، يعني الأنتنوف ده قام من أي دولة مجاورة، نحن بنعرف بعد ده كيف نصل الشكاوي إلى مجلس الأمن وندين هذه الدولة ونوقفها عن حدها. كويس. أما في السودان لا تترك مطار. الآن وقد اتضح لنا إنه فلول هذا النظام البائد ما بيستطيعوا بقاومة نص ساعة في حرب مفتوحة. كويس. ولكن اعتمادهم على هذه الأنتنوف وقتل الناس بطريقة بيسموها إبادة جماعية، إبادة المكونات بأكملها، يعني أقتل النساء وأقتل الأطفال حتى ولدهم لما نرجع ما يلقى مكان يقعد فيه. كويس. وهذا لن نسمح به، وما بيستطيعوا أن بتجرونا إلى هذه الأعمال البشعة، الأعمال الهمجية. نحن ما مثلهم وما بنعملها. الحاجة الثانية، عندكم المضادات، الصواريخ الحرارية، عندكم المضادات زي ال 14 روت 23 برضها بتقاوم، عندكم الرادارات، عندكم أجهزة التشويش، كل أنواع الأسلحة عندكم. كويس. قوموا دمروا هذه المطارات. دمرت المطارات انتهى النظام، خلاص بتنتهوا من كل شيء. كويس. الحاجة الثانية، من الأشاوس وأبلوتوا بلاء حسنا، لدائرة أقول لكم: لا تصوروا زول اللي هو ميت. زول حي صورته الله حياه، خلاص هذا ما قتلة تاني لا يجوز، لأنه صورته أنتم زي المرة اللي فاتت. الزول اقتلوه قبل ما تصوروه، مات خلاص، موضوع مات. الناس اللي قتلتوهم الماتوا في المعركة صوروهم إن شاء الله 1000 2000، مسموح قانون دولي، مسموح هذا، ما مو ممنوع.
صوروهم حتى ترهبوا به عدوكم وعدو الله. كويس؟ والجرحى صوروهم. كويس؟ إلا الأسرى اللي صو اللي وصلهم التصوير خلاص ده الله حياه. أي زول صورته لا تقتلوه. هذا كذلك حافظوا على ملف قائدكم وعلى ملفكم وسمعتكم الطيبة. كويس؟ والله أنا واحدة من الناس حتى التعذيب ما 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 بيجوز. ما سمح. بيخلي شنو؟ الناس تتعاطف مع الجانب الآخر اللي بيعذبوه. شفناه في الأفلام زمان لما ندخل الفيلم الشخص اللي بيعذبه كلنا بنتعاطف معاه. بينما اللي بيعذب ده بنشوفه زول جلاد وبقتل. كويس؟ هذه الأشياء لابد من نحطها في الحسبان ونوظفها توظيف صحيح. وإلى هنا أنتهي بهذا القدر، وأريد من القائد أن ينفذ لنا هذا الشيء. لا نريد أن نسمع ثاني كارثة.